هذه الضحكات ملأت فضاء الحدائق العامة قبل زمن كورونا بالحياة، حياة لا أحد يعرف إن كانت ستعود يوما إلى طبيعتها. فحياة الأطفال التي كانت تسير وفق نمو وتطور بيولوجي ونفسي معروف تبدلت ظروفها، فانكفأوا خلف جدران منازلهم في حجر طال أمده، واختلفت إجراءات التشدد فيه تبعا لمستوى تفشي الوباء. لكن للعزلة الاجتماعية أضرارا مباشرة وتأثيرا بالغا على حياة الأطفال. مش بس قلق، بس بدك أول وحدة القلق. الأزمة فيها تكون بيقدر أوصل للكآبة الانتحار. بتعرفي وقت نكون عم نحكي عن الأمراض النفسية، كمان هون ما بكون عم بخفيك إنه المراهقين إذا بدك أعلى نسبة انتحار إذا بتشوفيها بالأعمار هي عند المراهقين. هو عنده ديجا مشكلة إنه يظهر من بيئته، يظهر من جروبه تيروح صوب الآخر. في كتير مراهقين بتلاقيهم راحوا على الانزواء بهيدي الفترة. سو كورونا عطته إياها إذا بدك، ونحن عم نحكي عن هيدي البارت، على طبق من فضة مثل ما منقول. والولاد اللي ما كانوا حابين يروحوا على المدرسة أو على الجاردوري، هيدي ثبتت لهم إياها إنه أنا اليوم خي قادر ما أرجع أروح. بالمبدأ هي رح ترجع تعمل أزمة. ضربت كورونا الركائز التي قامت عليها المجتمعات، فهذه السيدة التي اعتادت لسنوات أن تعمل على تعليم الأطفال وتعزيز قدراتهم المعرفية والاستيعابية وجدت نفسها أسيرة شاشة صغيرة تحمل صوتها افتراضية إلى بيوت عشرات الطلاب علها تسد فجوة غيابهم عن المدارس. أكيد خسروا، ما بدي أقول لك النص، أحنا نكون كتير عم نبالغ، تقريبا على القليل 30% خسروا، لأنه أكيد ما في متابعة، ما في مواظبة، ما في القدرة على اكتساب كل المعلومات مثل ما تكون بالمدرسة. أكيد وخصوصي كروضات، عم بحكي أنا لأنه روضات كتير نشتغل معهم على تنمية العضلات الدقيقة، الرسم والتلوين وهالأشياء. فرضت كورونا التباعد الاجتماعي وجعلت منه أحد أهم مقومات البقاء. تباعد قد يحمي من الوباء، لكنه يحمل معه أخطارا جمة، لا سيما على حياة الأطفال، وبعضها لم يظهر بعد. استبدلت المدارس بصفوف التعلم عن بعد، لكنها لم تعوض النقص الواقع في قدرات الطلاب التعلمية الإدراكية والاستيعابية رغم جهود الأهل والمعلمين لردم الهوة. وتبقى أكبر التحديات تلك التي قد يحملها تأخر النمو العاطفي والنفسي لدى أطفال زمان كورونا. دارين الحلوة، سكاي نيوز عربية، بيروت.